ايوه ماما. لا انا في البلاتو بصور حاجه كده. لا انا عندي دور باشا كده على القد. لا ادعي لي بقى. الفلاحين الرعاع مبهدلني، عايزين يبوظوا لي المشهد. ظهر عندي مشاهد ضرب كتير النهارده. خاله ماله؟ خاله بقى ما. لا 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 يا ماما. طب بص هقفل هقفل دلوقتي هقفل. ازيك يا خالو؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ده انا بجيب عيش. ماما قالت لك؟ اوكي. طب بص يا خالو، انا نص ساعة بالظبط اهو عدى عليك في المصمت، نقعد مع بعض بقى نقضي وقت ظريف. لا لا لا، مفاجأة ايه يا خالو؟ لا تيجي مين؟ لا لا لا، بقول لك ايه، خليك خليك بس، انا هخلص واجي لك. طب مع السلامة يا خالو، مع السلامة. يلا يا احمد عشان انت لسه ما حفظتش. حاضر حاضر يا استاذ. خالو اصله سكارة، راجل يعجبك قوي، نفسه يمثل في اي حاجة. ما تجيبه يا عم يسترزق معانا هنا. لا اجيبه يسترزق ايه؟ احنا لاقيين فرص، احنا بنكح تراب. اصيل والله يا احمد، اصيل. الله يعزك. اصيل والله. يلا انجز بقى عشان انت لسه ما حفظتش، وقدامنا نص ساعة وهنصور. لا حاضر. يلا يلا. ايوه ايوه، انا هقف كده، هنفخ صدري ناحية الكاميرا كده، اقول له انت بترد على اسيادك يا بلد يا كلب، واقوم شو اديله بقى اللي انت. ها يا احمد، حافظ جملتك؟ يا استاذ. طب بص، انا هقف كده نافخ صدري ناحية الكاميرا زي ما انا كده بالظبط. ايوه، ترد على اسيادك يا بلد يا كلب، واقوم لافف شو مديله بقى بالعزم، ما فيك بالقلم. لا لا، هسلمك قلم نظيف. مش عايز عيد كتير. اتكل على الله يا رب. اتكل على الاستاذ العامل فلاح واحد. تعالى اتفضل. يلا كلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. رولين 14 واحد اول مره. اكشن. انت بتردي على اسيادك يا بلدي يا خالي. خالو كات. خالي ايه وخالو ايه يا احمد اللي انت بتقولها دي؟ انت مش قلت انت حافظ جملتك؟ اللي جابك هنا يا خالو؟ مساعد المخرج، واخد بالك؟ زبون عندي في المصمت، رايح جاي عليا، ايش طحال، ايش فشه، ايش كرشه، زنقتك في الفلوس. قال لي وشك سيمه كده، بتاع سيمه كده تنفع، اداني الدور ده. دي مفاجاه بقى. بس. قال لي وشك وش سيمه. ما قلتش انا الكلمه دي. اضرب يا احمد الراجل ده، اضربه بالقلم باسم ما فيك زي ما قلت لك. لا لا يا استاذ، انا ما اقدرش اضرب خالي ده، حتى ضرب الاهل ده من علامات يوم القيامه يا اخوانا. مش هتضربه؟ خلاص انا هجيب واحد يقول ام الجمله دي. اضرب يا احمد اضرب، ده انا مستني اللحظه دي من سنين. اضرب ما تخافش، ده انا خالك والخال والي. اضرب. طب معلش يا استاذ، ما ينفعش اضربها على الهوا وانتوا تحطوا اي صوت، صوت جامد، او بلاش اقول فلت كلبي دي، ممكن اي حيوان تاني، يعني مثلا باندا. اخلي باندا كيوت والناس حباها، اقول له انت بترد على اسيادك يا بلدي يا باندا كده. باندا ايه يا احمد؟ باندا ايه يا احمد؟ هو اعلان جبنه؟ ما تنجز يا احمد اضربه وخلينا نروح. كلاك. رولين 14 واحد تاني مره. اكشن. انت بتردي على اسيادك يا فالاديا. اضرب يا احمد اضرب. لا يا خال، تنقطع ايدي قبل ما تنمد عليك يا خال. اضرب ما تضيعناش. الا صلة الرحم يا خال. اصيل يا ابن اختي. الا صلة الرحم يا ما تخافش يا خالي، ما تخافش. انا اسف اني قطعت عليكم اللحظه دي. أمر. بس انا عايز اسالك سؤال، انت مش هتضربه؟ خالي ما ينضربش ابدا. انا اسف يا استاذ. هايل. انتاج اكشن. انت بترد على اسيادك ولا كلب؟ كده يا خالو؟ وتقول لي خالو والد؟ طب والله لو قلت لماما